السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة، اللهم آمين. بإذن الله النهاردة من ورق المناديل، مناديل المطبخ، هنعمل الوردة الحلوة دي. ممكن تنفع بوكيه وردي كده، وممكن نحط الورد ده في فازة. تمام كده، أنا معايا هنا الورق المناديل المطبخ أو أي نوع، بس مناديل المطبخ بتكون سميكة شوية. هنبدأ نقص المناديل على شكل مستطيل، وهنبدأ نتنيها كده على شكل مربع صغير، وبعد كده هقصها كده على هيئة كيرف. وهفصل كل الورق ده أو الطبقات دي، هفصلها عن بعض. بأي قلم أو بأي حاجة، عصاية صغيرة، هبدأ إني أتنيها من الجنب اليمين وهتنيها من الجنب الشمال عشان تكون باينة كأنها وردة طبيعية، يعني ورقة الوردة البلدي الطبيعية خالص. طبعا دي كلها الطبقات فوق بعضها. بعد كده هلزق بالشكل ده كده، هجيب من الظهر بتاع الورقة، وبعد كده هبقى ألزق ورقة بالشكل ده، وبعد كده هلفها من الناحية التانية. طبعا أنا بستخدم هنا الغراء في اللزق، وبقى سهل كده وبسيط بالشكل ده كده. هلزق ورقة في وجه الورقة التانية، يعني أنا هحط وردة في الجهة اليمين، وبعد كده هحط ورقة في الجهة الشمال كده قصاد بعضها. الورق بيكون قصاد بعضه. طبعا هي كبرت شوية الوردة، فهبدأ ان انا اخد في اللفة الواحدة 3 ورقات جنب بعض بالشكل ده كده. هنا كده هلزقها، بصوا تحس ان الوردة قربت خلاص تظهر ان هي وردة طبيعية حلوة كده. بضغط ضغطة خفيفة كده عشان تلزق كويس، وبعد كده بستمر. طبعا انا ممكن اعمل الوردة دي وردة صغيرة مقفولة شوية، عدد اوراقها قليلة، وممكن طبعا اكتر عدد الاوراق تبقى وردة كبيرة. ببدأ بقى احط الاوراق، يعني كل ما الدايرة بتاعتي تكبر كل ما عدد الاوراق في الدايرة الواحدة بتكون كبيرة، يعني تقريبا 5 او 6 ورقات كده جنب بعضها. انا حاطة هنا تقريبا 6 جنب بعضهم. بنحاول بقى نحط في المكان الفاضي الورقة عشان تبقى الزهرة كده ايه زي ما انتم شايفين. طبعا الإضاءة ظلماها هي تحفة تحفة خطيرة. بصوا بقى الورد كله، انا عاملة كمية ورد رهيبة بصراحة، حاجة كده خطيرة، حلوين قوي. هبدأ اني بقى اجيب من الورق لونه اخضر، ممكن تستخدمي ورق الفوم، ممكن تستخدمي الفوم الورقي، ونقطعه كده بالشكل ده. وهبدأ احط هنا كده لزق، وبعد كده ألزقها بالشكل ده. نبدأ بقى من نفس اللون الأخضر نعمل الأوراق، أوراق الوردة. طبعا كل ما الوردة بتكون كبيرة كل ما عدد الأوراق اللي ممكن تحطيها عليها كتير. بعد كده طبعا ممكن تستخدمي، انا استخدمت هنا اللون اخضر في اني الون العود دوت. ممكن تستخدمي الورق او اللي هو الشريط اللي بيكون للورد، بس الشريط ده مش متوفر عندي، فانا استخدمت الالوان. بصوا بقى جميلة جدا. ممكن نستخدم الورد ده نعمله بوكيه ورد، ممكن نستخدمه نحطه في فازة، حلوة جدا جدا وشكله رائع رائع وجميل. واللون الأبيض يعني عموما جميل قوي قوي.
وردات حلوة قوي. يا رب بقى لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناة، وشوفي كمان فيديوهاتي التانية لإعادة التدوير، إن شاء الله كلها هتعجبكم. وفي الختام بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.